السلام عليكم يا شباب، بنستكمل شرح شابتر 5 في الجزء الثالث من شرح شابتر 5. ان شاء الله هنشوف، احنا توقفنا طبعا عند خلصنا الهيومانيستيك ابروتش، تمام، اللي هي كانت في صفحه 62 63 اتكلمنا عنها. نخش في الكوجنيتيف ابروتش باذن الله. طيب الكوجنيتيف ابروتش، طبعا انا قلت لكم قبل كده كوجنيتيف يعني منتال بروسيس، العمليات اللي انت بتعملها بعقلك، سواء كانت الريممبرنج التذكر، الافكار ثوتس، انتسيبيشنز التوقعاتك، beliefs الحاجات اللي انت بتؤمن بيها، واذر mental process يعني في عمليات كتير مختلفة طبعا. طيب الكوجنيتيف ثيورستس اللي هم منظرين علم الكوجنيتيف ده، دول بيشوفوا ايه؟ بيشوفوا ان الانسان ده ساينتست، عالم. عالم يعني ايه عالم؟ العالم ده شباب، ده انسان او شخص دايما بيقعد يتعلم، ما بيقفش عند حد معين. طيب فهم بيقولوا ان هم بيشوفوا الانسان ده بالفطره كده عالم، بيقعد يتعلم، بيقعد كل شويه يعرف حاجه جديده، وميك سنس اوف ذا وورلد، يفهم العالم ماشي ازاي. ولغايه اما في وقت معين ات وان تايم بيتكون عنده فكره عامه عن العالم. عشان كده احنا بنلاقي ابهاتنا مثلا ان هم اكبر مننا في السن بيكونوا وصلوا لهذه المرحله، هم كونوا فكره عامه او نظريات كتير مثلا عملتهم فكرة عامة عن ازاي الكون ده بيمشي، فبيدونا خبراته. طيب شوف بقى العلماء، برضو قلنا العلماء يا شباب، اول لما اقول عالم تسجل اسمه في الورقة عندك ومعلومة بسيطة عنه عشان تقدر تحفظه، او هو تبع انهي مذهب سواء كان ايه مذهبه. العالم كيلي، تمام كده يا شباب، هو بيقول ايه بقى؟ بيقول ان البيهيفير سلوكك بيتحدد عن طريق البرسبشنز اللي هو وجهة نظرك او انت ازاي يعني بتشوف الامور، وترجمتك للحاجات اللي بتحصل معاك، او يعني تفاعلاتك مع الناس التانية، مش التفاعل الحقيقي. يعني ايه يا شباب معنى هذه الجملة اللي هي كلمة by actual interactions themselves؟ يعني ايه الكلام ده؟ معناها يا شباب اني ساعات مثلا يا شباب في مواقف احنا بنختلف فيها في وجهات النظر. يعني مثلا انا واحد صاحبي، تمام، هزر معايا مثلا فاداني بوكس في دراعي، فانا شفت ان الموضوع ده هزار. طيب هو راح هزر مع واحد تاني، تمام، بنفس الطريقة، فهو شافها ان مش هزار، فبالتالي انا عملت انتربريت يعني ترجمت الامر ده انه هزار، اما غيري ترجمه انه مش هزار وان دي حركة ما ينفعش يعملها معاه. فانت سلوكك بقى بيتأثر بأنهي؟ هل بيتأثر بالطبيعي ولا بترجمتك؟ لا، بيتأثر بترجمتك انت للأمور، انت ازاي ترجمت الضربة دي كده، سلوكك هيتأثر بهذه يعني بحسب ترجمتك للأمور، مش بحسب حقيقة الأمور. يعني ممكن حقيقة الأمر انه هزار، هو اداك بوكس خفيف في دراعك، ده الحقيقة. اما بقى الانتربريتيشن بتاعك، ترجمتك انت للأمر، لا انت شايف والله لا ده كده قليل الأدب وقليل الذوق انه عمل كده. طيب كيلي بقى يا شباب، ودايما كيلي، اول لما تسمع كلمة كيلي اربط بينها وبين كلمة كونستراكت. كونستراكت اصلا يعني يبني، بس كلمة كونستراكت في السيكولوجي دي زي ادوات كده بيستخدمها علماء السيكولوجي عشان يحددوا بيها صفات معينة في شخصيتك. طيب هو عايز يقول لنا ايه كيلي ده؟ عايز يقول ان احنا من خلال واحنا ماشيين في العالم وبنحاول نفهم هذا العالم، بنقعد نعمل كونستراكتس. اعتبر الكونستراكتس دي يا شباب زي شقق، بنقعد نبني شقة في شقة في شقة في شقة، ونخلي بالنا ان عدد الشقق بتختلف من شخص لشخص. في حد بنى 10 شقق، في حد بنى 20 شقة، وانواع الشقق بتختلف، في حد بنى شقة كبيرة، شقة صغيرة، وهكذا يعني. وترجم العالم من خلالها، يعني فهم العالم ماشي ازاي من خلالها. فاحنا كل واحد عندنا، او كل واحد فينا من وجهة نظر كيلي، عبارة عن كونستراكتس، شقق. الشقق دي هي اللي بتحدد البيهيفير بتاعه، سلوكه تجاه العالم هيكون ازاي. وسمى هذه النظرية بيرسونال. بيرسونال يعني شخصي. ما احنا قلنا ليه شخصي؟ لان مش كلنا زي بعض. في واحد عنده 20 شقة كبيرة، وواحد عنده 10 شقق كبار او صغيرين، ايا كان، فهو سماها بيرسونال كونستراكت. طيب روتر بقى، عالم روتر عمل لنا نظريه مهمه جدا جدا جدا، وممكن تبقى ام سي كيو، اسمها لوكس اوف كنترول ثيوري. لوكس اوف كنترول ثيوري فيها في منها جزئين، انترنال واكسترنال. هو مش كاتب الكلام ده هنا، بس هيكتبه بعدين. اللوكس اوف كنترول ثيوري يعني دي بتدرس الشخص بيشوف ازاي الاحداث اللي حواليه من ناحيه التحكم. ايه معنى كلامي ده؟ يعني انت شفت مثلا النهارده حادثه حصلت، هل انت شفت ان انت السبب في هذه الحادثة، ولا
الحادثة دي حدثت خارج عن إرادتك، أنت سايق العربية وعملت حادثة، فأنت شايف إن الحادثة دي كانت خارجة عن إرادتك ولا كان ممكن أنت تعمل حاجة وتمنع هذه الحادثة؟ هي دي اللوكس أوف كنترول. في منها نوعين، انترنال واكسترنال. الاكسترنال يا شباب ده اللي هو بيشوف إن الحادثة حدثت خارج عن إرادته، اكسترنال فاكتور، عامل خارجي اللي أثر على الموضوع. أما الانترنال يا شباب بيشوف ان هو السبب في الموضوع. الانترنال لوكس اوف كنترول بيقول اه انترنال السبب في انا داخليا مني، انا اللي سقت بسرعه. ده الانترنال لوكس اوف كنترول، هي دي ترجمه هذا الباراجراف. طيب، في عالم اسمه سليجمان، سليجمان عمل حاجه اسمها ليرند هيلبسنس ثيوري. يعني ايه؟ ايه معنى الفكره دي؟ طيب، هو بيقول postulated يعني يعني تساوي كلمه stated، state يعني يقول. يعني هو بيقول اللي هو العالم اللي اسمه ستيجمان ان الناس اللي هم بيبقوا عرضه للديبريشن اللي هو الاحباط بيشوفوا ادفيرس هابينجز. ادفيرس هابينجز بيشوفوا احداث يعني غريبه او احداث مش على هواهم بتحصل في حياتهم due to themselves، يعني نتيجه ليهم هم، يعني هم السبب في هذه الاحداث، او ساعات هي بتحصل لهم نتيجه توقعاتهم السيئه. يعني انت تتوقع الحاجه السيئه تقوم الحاجه السيئه دي تحصل لك. طيب، في بقى حاجة اسمها الجود ايفنتس. بالنسبة لسليجمان الشخص المحبط بيقول لك ان الاحداث الحلوة اللي بتحصل لي في الحياة باي تشانس، بالصدفة كده، والله حصلت لي حاجة حلوة امبارح. عمرهم ما بيشوفوا ابدا ان الحاجات الحلوة دي ربنا عايز يسعدهم. طيب، وبالتالي بقى هذه المشاعر بتخلي الانسان المحبط ده يحس بالهيلبلسنس. الهيلبلسنس يعني هو شاعر انه يعني ما عندوش تحكم في اي حاجة خالص، شاعر بانه عايز حد يساعده دايما، او هو مش يعني شاعر بان هو كل حاجة خارجة عن ارادته، واغلب الحاجات اللي بتحصل له حاجات سيئة، والحاجات الحلوة لما تحصل له باي تشانس يعني بالحظ. طيب، في عالم اسمه بيك. بيك نربطها بكلمة تريد، ثلاثي. يعني ايه بيك ده؟ عمل نظرية عن الديبريست بيشنس اللي هم المرضى المحبطين، وهو شايف ان الاحباط ده فسره، قال ايه ليه المريض المحبط ده بيكون عنده الاحباط؟ لانه عنده نيجاتيف فيو، يعني نظرة سلبية للماضي والحاضر والمستقبل في نفس الوقت، ترايد التلاتة مع بعض، شايف ان الماضي وحش والحاضر وحش وحتى المستقبل اللي لسه يعني لسه ما حصلش شايفه وحش برضه. طيب، هل في طرق للاسسمنت من الكوجنيتيف ابروتش؟ اه، في طرق للاسسمنت. عندنا حاجه اسمها ريبريتوري جريد. مش مهم نعرف هي ريبريتوري جريد دي ايه، بس الفكره كلها ان دي بيزد اون كيلز. الريبريتوري جريد دي يا شباب دي بتحدد الكونستراكتس، بتقول لنا عددهم وانواعهم، تمام كده، بالاضافه انها بتحدد لنا اللوكس اوف كنترول. او اللوكس اوف كنترول دي اللي زي ما قلنا مقسمة لنوعين، internal و external، وانا شرحت ال internal وال external خلاص، تمام كده. طيب، واقولهم تاني برضو عشان دول مهمين. قلنا ال external يعني حاجة خارجية، يعني انت بتحس ان حادثة العربية اللي حصلت انت يعني مالكش دعوة بيها، اما ال internal بتحس ان انت كنت ممكن يعني في ايدك ان انت تمنع هذه الحادثة داخليا. انت بتحس internal ان انت ممكن كنت تمنع هذه الحادثة بس فشلت انك تمنعها. طيب، التيبل ده حلو جدا يا شباب، ده سمري، تمام. انا هشرح لكم منه ايه؟ انا مش هشرح لكم منه البيزك كونسبت ولا الميثود اوف ستادي، لان كل دول شرح قبل كده، دي اسماء الاختبارات بشكل عام. يعني يا شباب انا هشرح الكريتيك او النقد بتاع كل حاجة. اولا، التريت او البيولوجيكال ابروتش، ايه الحاجات الغلط فيها؟ الحاجات الغلط فيها انها كانت بتعزل الصفات، ما بتربطش الصفات ببعض. تاني حاجه، ان نو بريدكتيف فاليو، يعني ما فيش رقم اقدر اتوقعه، واللاك اوف فاريبلز، يعني ما فيش متغيرات. يعني ايه؟ يعني احنا كل اللي كنا بنقوله في التريت او البيولوجيكال كنا نقعد نقول ايه؟ نقعد نقول ده لو واحد تخين وقصير، لو واحد طويل ورفيع، فدي مش متغيرات كتير، يعني مفيش تغيرات كتير. هو واحد تخين ورفيع، واحد تخين وقصير، واحد جسمه عضلي، طب فين التغيرات؟ طيب، السايكو اناليتيكال ابروتش، طبعا قلنا السايكو اناليتيكال ابروتش اللي هو الاستاذ فرويد.
طبعا عيب النظريات دي ايه؟ عيب النظريه بتاعت اللاوعي ايه؟ ان هو دايما كان بيأكد على السكس اللي هو الجنس والاجريشن العنف بشكل زائد اوفر، يعني كل شويه يأكد ان السبب هو الميول الجنسيه او ميول العنف، و نوت ساينتفك، ليست علميه، وبتتجاهل السوشيال فاكتورز، بتتجاهل العلاقه يعني تأثير المجتمع. طيب وثيوري بيزد اون بيشنس. طيب السوشيال ليرنينج بقى، تمام، ايه بقى المشاكل بتاعتها؟ مشاكلها ان وجود variables in basic concept weaknesses the concept، يعني نتيجة وجود متغيرات كتير في البيزك كونسبت. البيزك كونسبت يعني ايه؟ يعني اللي هو المفهوم اللي بتبنى عليه النظرية كلها. تخيلوا ان المفهوم اللي بتبنى عليه النظرية كلها في اصلا variables، في متغيرات، فده بيضعف الكونسبت بشكل عام، يعني بيؤدي لمشاكل في هذا الكونسبت. لان ما ينفعش البيزك كونسبت يا شباب، ما ينفعش انت مثلا هتحط لي قاعدة عامة تقول لي القاعدة العامة دي فيها متغيرات كتير. لا، ما ينفعش. القاعدة العامة دي لازم تكون متغيراتها قليلة جدا او ملهاش متغيرات اصلا. طيب الهيومانيستيك ابروتش، الهيومانيستيك ابروتش يا شباب، كل دول الابروتشز اللي انا شرحتهم، خلي بالكم. الهيومانيستيك ابروتش زي ما قلنا قبل كده، انا شرحت لكم الكريتيك بتاعها اصلا. الهيومانيستيك ابروتش قلنا عيبها ان ما فيهاش بيرسيشن، وقلنا الهيومانيستيك ابروتش دايما نربطها بكلمه ايه؟ سيلف اكتواليزيشن. يعني ايه؟ يعني تحقيق الذات. واحنا قلنا تحقيق الذات ده امر نسبي، ملهوش حاجه معينه بتحدده. انا مثلا ككريم بشوف تحقيق الذات بطريقه معينه، غيري من الناس اللي اتفرجت على الفيديو او غيري من الناس التانية بتقول لا، السيلف اكتواليزيشن ده حاجة تانية خالص، فهو not clearly defined، مش واضح. طيب theory on health subjects يعني معناها النظريات على الامور المتعلقة بالصحة، يعني هل الصحة بتأثر في الهيومانيستيك ابروتش ولا لا؟ هي فعلا طبعا بتأثر في الهيومانيستيك ابروتش. طيب الكوجنيتيف ابروتش اللي هي لسه كنا شارحينها، عيبها حاجة واحدة بس، هو بسيط جدا، ان هي بتوصف اللي بيحصل، تمام؟ يعني هي وصفت لنا مثلا ان الانسان ده عنده external locus of control، يعني الانسان ده بيشوف ان كل حاجة بتحصل هو ملوش دخل فيها، بس ما قالت لناش ليه الانسان ده بيحس بكده. يعني هي قالت لنا شخصت المريض ده عنده، انا بقول مثلا يعني عنده اكسترنال لوكاس اوف كنترول، يعني كل حاجه مثلا بتحصل في حياته يقول لك وانا مالي وانا مالي انا ماليش دعوه، تمام، بس ما قالت لناش هو ليه كده، ما قالت لناش هو ليه عنده اكسترنال لوكاس اوف كنترول. طيب نشوف بقى، في بقى حته كده بسيطه جايبينها في الاخر، دي هبله جدا جدا جدا، يعني سهله واسئلتها حلوه جدا. طيب البيرسوناليتي ديفرنسز، اختلافات الشخصية في الاستجابة للأمراض والعلاج. طيب في حاجة عشان ما نتلخبطش بينهم، سيمبتوم بيرسبشن وسيمبتوم اكشن. سيمبتوم بيرسبشن ده معناها لما انت تحس بالعرض بس انت لسه ما تفعلتش، يعني انا ايه، انا حسيت ان مثلا دراعي وجعني بس لسه ما، يعني انا كده حسيت، ده كده بيرسبشن خلاص. اما السيمبتوم اكشن ده معناها بقى بعد ما حسيت بألم في الدراع اتصرفت ازاي، استشرت طبيب ولا عملت ايه، ده السيمبتوم اكشن. اما السيمبتوم فورميشن يعني معناها ان انواع معينة من الناس بتجيلهم اعراض معينة، تمام كده يا شباب. طيب في حاجة اسمها ريسبونس تو إلنس برضو، اللي هو الاستجابة للمرض، واخر فاكتور طبعا اللي هو اسمه ريسبونس تو تريتمنت، الاستجابه للعلاج اللي بيقدمه لك الطبيب. طيب السيمبتوم بيرسبشن يا شباب، ده قلنا ان انت ايه، حسيت بالسيمبتوم، يعني هاو بيبل بيرسيف سيمبتومز، ازاي بيشوفوا، يعني حس بالسيمبتوم ازاي بقى بيشوفوا، يا ترى هل بي بيكون لور بينز سوري هل المريض ده بيتجاهل السيمبتوم ولا هيعمل ايه بقى؟ طيب هو نخلي بالنا من حاجه برضو عايز اوضحها لكم، ان السيمبتوم بيرسبشن بيختلف من شخص لشخص. يعني مثلا في ناس تشوف وجع الايد ده حاجه عاديه، في ناس تشوف ان وجع الايد ده لا حاجه مثلا، لا يعني مش طبيعي ان هي تبقى كده، فبالتالي ده بيكون سيتويشنالي
سيتويشن يعني حسب الموقف، وكالتشرلي ديتيرمنت يعني بتختلف من ثقافة لثقافة أخرى. طيب في الانتروفيرتس والاكستروفيرتس، الانتروفيرتس قلنا اللي هم بيكونوا عندهم انطواء، الانتروفيرتس دايما بيكونوا أشخاص يا شباب بيحسوا بالوجع أشد من الاكستروفيرتس. يعني هو كان كاتب lower pain threshold، معنى كلمة lower pain threshold يعني من أقل حاجة يقول لك آه أنا حاسس بالوجع، تمام كده يقول لك إيه أي حاجة، ده الانتروفيرتس. أما الاكستروفيرتس نوعا ما يعني في الوجع ما بيقولوش، يعني ما بيقولوش إيه، ما بيقولوش إحنا يعني تعبانين قوي، تمام كده. طيب برضو نخلي بالنا ان الانكزايتي او القلق ده بيزود البرسبشن اوف ا سيمتوم، يعني كل ما انت تكون قلقان اكتر كل ما يعني بتشوف الاعراض بطريقه مختلفه او بتشوف الاعراض انها اشد. طيب دلوقتي بقى هنتكلم في السيمتوم اكشن، سيمتوم اكشن اللي هو تفاعلك نحو هذا السيمتوم. طيب هل انت سيك ميديكال هيلب، دورت على مساعده طبيه، ولا انت خلاص تجاهلت هذا الامر؟ طيب في فاكتور بيعمل كوريليشن، كوريليشن يعني معناها زي ترابط، اللي هو ايه بقى الفكرة دي، ان كل ما المريض يكون مستوى القلق عنده زايد كل ما هيدور على مساعدة طبية، يعني اي حاجة تحصل له او لما يحس باي عرض او اي حاجة في جسمه على طول يجري على الدكتور، ده كده الانكزايتي مستوى القلق عنده عالي. طيب اللوكس اوف كنترول، تمام، وطبعا قلنا اللوكس اوف كنترول قلنا في اكسترنال وانترنال. الناس اللي عندهم اكسترنال لوكس اوف كنترول اللي هم بيحسوا ان كل حاجه يعني خارجه عن ارادتهم دايما بيدوروا على مساعده طبيه، الاكسترنال لوكس. اما الانسان الناس الانترنال اللي هم بيحسوا ان كل حاجه يقدروا يتحكموا فيها ما بيدوروش على مساعده طبيه، لان هم بيقولوا ايه، بيقولوا طيب ما احنا ممكن نعالج نفسنا، ما هو انا ليا دخل. اما الاكسترنال يقول لك لا انا ماليش دخل، ماليش دعوه يا عم انا اروح لدكتور. طيب السيمتوم فورميشن عندنا اختلافات في الشخصيات، احنا عملناهم اتنين نوعين، تايب ايه وتايب بي. تايب ايه بيرسوناليتي اللي هي الشخصيه المجتهده الكومبيتيتيف اللي بتحب تنافس، امبيشنت ساعات بيبقى في ما بيصبروش او بيحسوا بتايم ايرجنسي يعني بيحس ان الوقت بيطير منه بيعدي بسرعه، وworkaholic. workaholic كلمة workaholic يعني بيحب يشتغل كتير كتير قوي ما بيبطلش شغل، تمام كده. طيب الناس دي يا جماعة بيبقى غالبا عندهم أمراض في القلب، heart disease، diabetes، سكر، وستروك يعني سكتة دماغية. طيب بي personality اللي هم بيبقوا مرخيين كده، اللي هو ايه مرخي مش ريلاكس، حاسس بارتخاء، ما بيجريش على حاجة، بيقضي وقت متعة أكتر، فدول بيبقوا يعني اقل عرضه لامراض القلب والديابيتس والسكتة الدماغيه. طيب ريسبونس تو إلنس، ازاي انت استجبت للمرض بقى مش الاعراض، طبعا السيمبتوم يعني الاعراض، إلنس يعني مرض. طبعا انت يا اما بتوفر رياكت يا بتاندر رياكت. اوفر رياكت يعني مثلا انت جالك مثلا حبه برد، اه ده انا عندي كورونا كده، انت اوفر رياكت. او ساعات مثلا يكون عندك حرارتك عالية قوي وصلت 40 تقول يا عم دي ولا حاجة، انت كده بتاندر رياكت وهكذا يعني. او ساعات تديناي، ديناي يعني تنكر، تنكر خطورة المرض اللي انت فيه. طيب الريسبونس تو تريتمنت، طيب يعني ايه بقى الريسبونس تو تريتمنت، يعني معناها انت ازاي بتستجيب للعلاج. نخلي بالنا يا شباب في حاجة اسمها بلاسيبو، بلاسيبو دي قلنا قبل كده ساعات الدكاترة بيدوها للمرضى اللي هم أصلا ما عندهمش حاجة، ساعات مريض يخش لك يقول لك أنا حاسس إن أنا تعبان بكذا، هو ما عندوش حاجة، فأنت تقوم مديله بلاسيبو، تمام. البلاسيبو ده ملهوش يعني ما بيعملش أي إفكت، ما بيعملش أي إفكت ولا بيأثر على أي حاجة، يعني ده بلاسيبو بس هو بيعالج، بيعالج المرض. يعني مش بيعالجوا بقى فارماكولوجيكال، لا بيعالجوا سايكولوجيكال، لان انا دي شرحتها قبل كده. البلاسيبو ده ما هو الا دواء سايكولوجي لعلاج سايكولوجي الانسان، بس الدكتور بيقنع المريض ان هو الدواء ده اللي هيعالجك، مثلا لو انت عندك وجع في البطن ده اللي هيعالجك، هو في الحقيقة ما بيعالجش وجع البطن ولا حاجة مثلا يعني. طيب عايزين نشوف بقى كل واحد بيستجيب للبلاسيبو ازاي. طيب في ناس مثلا بتستجيب للبلاسيبو بشكل واسع او بشكل قوي، تمام، وفي ناس ما بتستجيبش للبلاسيبو. الناس اللي ما بتستجيبش للبلاسيبو
دول اللي هم suspicious. suspicious يعني ايه؟ يعني بيشكوا كتير، فهو من كتر ما بيشك ما بيستجبش للبلاسيبو، هو شاكك في الدكتور اصلا وشاكك في كل حاجة فهو ما بيستجبش للبلاسيبو. طيب طبعا شخصية الدكتور والبيرسون اللي هو الشخص دي بتأثر على البلاسيبو ريسبونس برضو، يعني لو مثلا المريض بيؤمن في الدكتور فطبعا البلاسيبو هيبقى فعال اكتر، لكن لو المريض شاكك ان الدكتور بتاعه مثلا ما بيفهمش فمش هيستجيب للبلاسيبو. تمام كده، هو ده اللي هو الافكتيفنس، اللي هو مدى فعالية التواصل بين الطبيب والمريض. شكرا يا شباب، كده خلص الحمد لله شابتر 5، واتمنى يكون الشرح عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.